أهمية المسؤولية المجتمعية في مجتمعاتنا وفي دوائرنا الحكومية لها دور كبير في مؤسسة هذه اليوم المبادئ الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، اللي هي بدورها طبعاً راح ترتقي بنا كأداء عام في المؤسسات بوجود الشركاء اللي موجودين معانا كشركاء استراتيجيين، سواء كانوا قطاع خاص أو أيضاً دوائر حكومية وجهات حكومية أو مؤسسات أهلية اليوم موجودة عندنا في المجتمع. مفهوم المسؤولية المجتمعية وما يحتويه من اليوم عندنا عناصر وأنشطة ومبادرات تقوم بعملية الدعم الجانب فيها الخاص الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، راح يساعدنا فعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيساهم بشكل كبير جدا في تسريع عجلة الحياة في جانب الاستدامة في عام الاستدامة 2023.